كذلك كاين تيقولوا انه كاين مجرمين هما هادو اللي تيتحكموا هاد الجماعات العدل والاحسان المسلمين حيث تيتحكموا المسلمين يمكن حنا ما عندناش اتفاق معاهم ولكن مع ذلك عندهم وجهه نظر هاد وجهه نظر تنعتبروا بالقمع ماشي هو باش تتحل بالقناعات تتحل بالراي تتحل اسمو وسمعنا كاع اكثر من هذا الشيء وانه بعض المحاكم في الجنوب حجزات الكتب الدينيه من هاد الناس وهذا الا كان صحيح على كل غادي يكون صعيب وانه مساله ماشي قضيه هجره قضيه خلاف وجهه نظر يتحكموا على كل احنا ضد القمع لاسمو وجهه نظر يكون اي واحد يكون وهذا هو معنى احترام حقوق الانسان وكرامه الانسان وحريه التعبير وحريه الراي ولهذا الا بغيتو ندافع على مصلحه البلاد هذا الشيء يتوضع له حد ما يبقاش انتهاكات لحرمه الانسان.